السلام عليكم. رسالة واستفسار من قائد شرطة النجف وإلى وزير الداخلية وإلى كل شريف سياسي بالنجف وإلى نواب النجف وإلى أعضاء مجلس محافظة النجف. هذا الولد المتظاهر أحمد الحلو ليش انضرب؟ ليش تعذب؟ شنو سوى؟ باق؟ سلب؟ اشتغل بالحشيشة؟ أريد نعرف، توضحونا ليش انضرب هذا المسكين؟ مشاجرة بين شباب تاخذونه وتعذبونه، شو مسوي؟ شنو اللي مسويه؟ اجرام انتم؟ عندكم عمل ارهابي بداخل النجف؟ انا اريد اعرف بس. هذا الضرب والزلمه هذا يريد يموت على اليمين. استفسار الك يا وزير الداخليه، اريدك تحقق بهاي القضيه. هذا الرجل ناشط مدني محترم، ليش ينضرب هذا الضرب؟ ليش هذا التعذيب؟ كارثة هاي بالقرآن.